بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساكم صبايا وشباب الثانوية العامة، أرحب بكم عبر قناتي اليوتيوب. اليوم راح نستكمل الحصة الثانية حول الـ past tenses، أزمنة الماضي. واليوم راح نحكي عن الـ past continuous اللي هو الماضي المستمر. بالأمس أو بالحصة الماضية اللي تابعنا واللي بتابع الحصص، احنا تحدثنا عن الماضي البسيط، واليوم راح نتحدث عن الزمن الآخر هو الـ past continuous، وهو ماضي مستمر ولكن بسيط جدا، يمكن استيعابه بشكل بسيط ويمكن حل السؤال تاعه بشكل سهل وبسيط جدا، ظروفه بسيطة جدا وراح نتعرف عليها الآن بالتفصيل. الـ past continuous الماضي المستمر، لما نيجي نقول past continuous معناته أنا في عندي شغلتين بدها تكون عندي، معناته أنا هون بده يكون عندي إشي يدل على الماضي كأفعال مساعدة، تمام، وهذا الفعل بده يكون مضاف له ing. الـ past continuous أنا بوصف أشياء كانت تحدث معي في الماضي، أنا بوصف أشياء كانت تحدث معي في الماضي وكانت مستمرة في ذلك الوقت، وأيضا هي ماضي المضارع المستمر. يعني أنا لما أجي أحكي I am playing football، طيب yesterday what were you doing، ماذا كنت تفعل؟ I was playing football. إذن الـ past continuous هو ماضي المضارع المستمر، هذا واحد لازم نكون عارفينه عشان نقدر نستخدمه في قاعدة الـ reported speech. ثانيا الـ past continuous will contain two events، أو خلينا نحكي هذا الزمن راح يكون عنده حدث آخر، أي بمعنى آخر الـ past continuous which was interrupted، يعني اعترض with another action، بحدث آخر. It was past simple، وهو كان الماضي البسيط. عشان هيك احنا في الحصة الماضية قلنا إذا فهمنا الماضي البسيط معناته أمورنا الثانية في أمور الماضي حتكون بسيطة وسهلة إن شاء الله. طيب خلينا نحكي الفانكشن تاع الماضي المستمر. حكينا الفانكشن، خلينا نحكي نكتب باختصار اللي هو the action that was happening، كان يحدث in the past، كان يحدث في الماضي in the past، okay، and interrupted with another action، بحدث آخر، وهو الـ past simple، وهو الماضي البسيط. So the action that was happening هو الحدث الذي كان يحدث، okay، continuously يعني بشكل مستمر، in the past and interrupted، واعترض interrupted with another action، بحدث آخر وهو الماضي البسيط. يعني this action was happening، هذا الحدث كان موجود مستمر، but there is another action interrupted it، اعترض، and this action what is past simple، وهو الماضي البسيط. إذن this was past continuous، وهذا كان ماضي مستمر، so اعترض بحدث آخر وكان الماضي البسيط. That means we have two actions. إذن الـ past continuous temporary action، progressive action، continuous action in the past، okay، but was interrupted with another action، هو اعترض بحدث آخر وهو الماضي البسيط. وقف. For example، while I was talking to you، بينما أنا كنت أتحدث معهم، my kid knocked the door، بينما أنا أتحدث معكم أو كنت أتحدث معكم، ابني الصغير أو طفل الصغير طرق الباب. The bell rang، الجرس قرع، while I was sleeping، بينما أنا كنت نائما. That means there is or there are two actions، في عندي حدثين، الحدث راح يكون ماضي بسيط والحدث الآخر الماضي المستمر. إذن
بوجود الماضي المستمر لازم نوجد الماضي البسيط، بوجود الماضي البسيط لازم نوجد الماضي المستمر، لكن بضمن ظروف معينة راح نتعرف عليها الآن. طيب خلينا نتعرف على ثلاث ظروف على أساس نبلش نحكي على الأمثلة ونطبق عليها ونشوف كيف كان يجي عليها بأسئلة السنوات السابقة. وقلنا هذا الزمن بسيط جدا والتعامل معه بسيط جدا وفي امتحانات توجيه كثير بيركزوا عليه. الظروف الأكثر استخداما لهذا الزمن وهي ال while, as وهي نفس ال while, and ال when. والwhen وإذا بتتذكروا ال when حكينا هي من أحد دلالات الماضي البسيط. تمام. طيب احنا بنعرف انه ال as وال while لازم يجي وراها زمن ماضي مستمر، يعني past continuous لازم يجي وراها زمن ماضي مستمر، يعني subject was or were plus ing. So this is the form، هذا هو شكل الماضي المستمر، was where plus ing. طيب ال when احنا بنعرف عشان نكون عارفين انه راح يجي وراها الباست سيمبل، الباست سيمبل راح يجي وراها الماضي البسيط، يعني انا بدي استخدم السبجكت زائد الفيرب 2 زائد الاوبجكت، وهذا الفيرب 2 اذا تتذكروا في الحصه الماضيه شو قلنا، اما ينتهي باي دي وهو منتظم واما يكون شاذ، اي بدنا نحفظ التصريف الشاذ. اذا الفورم اوف باست كونتينيوس زي ما هو توضح لنا الان هنا هو واز where plus ing. نعرف احنا دائما انه الواز تستخدم مع الشي والهي والات والاي، اما الوير مع الفاعل الجمع الذي والوي واليو. ما ننساش طبعا هذا الفاعل ما ننساه دائما لانه ممكن ياتي على هيئه ضمير وممكن ياتي على هيئه اسم، يعني ضمير فاعل مفرد او ضمير فاعل جمع أو اسم مفرد علم نكرة أو اسم مفرد علم عفوا جمع نكرة علم. تمام. فعشان هيك بدنا ننتبه للنقطة هاي، عشان أنا مدام عندي two auxiliaries في عندي فعلين مساعدين معناته أنا في الحالة هاي لازم أرجع للفاعل وأحدد من خلاله أسأله هل أنت مفرد ولا جمع، وعلى أساس أعطيه الفعل المساعد المناسب. إذا الواي الآز الوين والوايل معناها بينما، الآز كذلك بينما، والوين معناها عندما. إذا هذول الظرفين الآز والواي رح يجوا في جملة التي يكون فيها الزمن الماضي المستمر، أما الوين فرح يكون فيها الجملة التي يكون فيها الزمن الماضي البسيط. وإحنا ما بنقصد إنه هذول الثلاث ظروف رح يجتمعوا في جملة واحدة، لا، ولكن أي واحد منهم بدل إنه أنا في عندي two actions. إذا أنا شفت ال why، شفت ال as، شفت ال when، معناته مباشرة أنت لازم تربط الزمنين مع بعض اللي هم الماضي البسيط والماضي المستمر. For example، على سبيل المثال، على سبيل المثال، وزي ما حكينا قاعدة بسيطة جدا ما بدهاش تعقيد ولا شيء. For example I say why my mom was cooking. Okay. I slipped in my bedroom. أنا كنت نايم أو نمت في غرفتي. إذا نيجي نطلع هون نقول هاي الوايل اللي هي معناها بينما، اللي هي الدلالة على الماضي المستمر. معناته أنا في عندي حدثين، الحدث الأول هو was cooking والحدث الثاني اللي هو slipped اللي هو verb to، وهذا يعتبر past continuous. إذا بوجود الواي لازم ننتبه إنه لازم يكون في عندي حدثين، طبعا زائد إنه الواي مش فقط راح تيجي بالبداية، ممكن تجيني في الوسط، يعني لو جاءت في البداية إذا مباشرة الزمن الظرفي اللي بده يكون فيه لازم يكون ماضي مستمر، ماضي مستمر، والشق الثاني بده يكون ماضي بسيط. ولو جاءت while في الوسط أي في وسط الجملة إذا قبلها شو بده يكون الزمن؟
بده يكون ماضي بسيط، وما بعدها بده يكون ماضي مستمر، وهذا يقاس نفس الشيء على الآز. كذلك الوين، الوين لو جاءت في البداية، إذا الشق اللي فيها الوين راح يكون الزمن ماضي بسيط أي تصريف ثاني، والشق الثاني بده يكون ماضي مستمر past continuous. كذلك لو أجت الوين في وسط الجملة، في وسط الجملة، إذا قبلها بده يكون ماضي مستمر وبعدها بده يكون verb to أي ماضي بسيط. إذا لازم نحفظ هذا الشكل، إنه الوايل في البداية أو في الوسط لازم يتبعها ماضي بسيط ماضي مستمر، ولكن الوين لو جاءت في البداية أو جاءت في الوسط فلازم يتبعها الماضي البسيط. إذا باختصار إنه الوايل والآز، طبعا الآز قليل ما يستخدموها في الامتحان، لكن تبغى تكون عافية نفس استخدام الوايل والوين. إذا أنت شفتهم في الجملة اعرف تماما إنه أنت عندك حدثين في الجملة، هما الـ verb to والـ was were plus ing. واضح؟ إذا أنا شفت الـ why وشفت الـ as أو طبعا when، إذا معناته لازم يكون في عندي two forms two actions. الحدث الأول بده يكون ماضي بسيط أو الحدث الثاني بغض النظر، والحدث الآخر راح يكون ماضي مستمر. إذا الـ while as when هي تجمع بين حدثين وهم الماضي البسيط والماضي المستمر. خلينا نشوف كيف كانوا يتعاملوا فيها في أسئلة السنوات السابقة، تمام؟ ونشوف كيف الحل هيكون وبأسئلة السنوات الحديثة كمان. وزي ما حكيت أنا مرة ثانية بس أنهي إن شاء الله الأزمنة جميعا، راح أخلي فيديو خاص فقط لحل تمارين الأسئلة الوزارية اللي جت على الأزمنة وكيف انحلت، كان سواء قديم أو جديد. طيب مثلا في أسئلة السنوات السابقة زي ما احنا بنعرف انه كانت الأسئلة ايش؟ correct the verbs between brackets، اي صحح الأفعال بين أقواس. مثلا she was listening، she was listening to music، هي كانت تستمع للموسيقى. when her father or her dad فراغ her نقطة، وأعطاني بين قوسين الفعل call. وإحنا دائما حكينا الفعل هذا دائما لما بيجي بيعطيني في الامتحان أو الأستاذ بيعطيك إياه بدك تعرف إنه هذا دائما تصريف أول، أنت بدك تصرفه على حسب زمن هاي الجملة، أي أنت بدك تلبسه ثوب جديد، بدك تعطيه شكل جديد بحسب هاي الجملة. فمثلا she was listening to music when her dad فراغ her، فأنا مجرد ما شفت الوين إذا هاي الدلالة تاتي مباشرة بربط إنه يا ماضي مستمر وماضي بسيط. بنلاحظ الماضي المستمر هي موجود متواجد عندي، بما إنه متواجد عندي خلاص إذا شفت الشق الثاني verb to، إذا بدي أكون حاضر إنه هذا التصريف الثاني إيش هو؟ called called. مثال آخر نحكي مثلا على سبيل المثال هدى sent two messages while she فراغ كافي، وأعطاني بين قوسين الفعل drink. تمام؟ إذا هدى أرسلت رسالتين بينما هي تشرب القهوة، بينما هي كانت تشرب القهوة. بطلع الجملة أنا هنا مباشرة عندي الوايل، إذا معناته لازم يكون في عندي زمنين ماضي بسيط وماضي مستمر. الماضي البسيط هي موجود اللي هو الverb to، إذا شو ناقص عندي يكون هون عندي ماضي مستمر، بما إنه ماضي مستمر معناته هذا بدي أعطيه يا was يا بدي أعطيه where plus ing. طب ما دام عندي two auxiliaries معناته لازم أرجع للفاعل وأقول له شو رأيك أنت، شو جنسك، شو أنت، راح يقول لي أنا من الفاعل المفرد، بقول له أوكي شكرا. إذا أنا بدي أعطيها الـ was وأضيف للفعل drink بتصير drinking. هذا على النظام القديم، أي صحح الأفعال بين أقواس، كان يعطيني الفعل بين قوسين
وانت من خلال الظرف اللي اخذناه حتى الازمنه السابقه راح تعرف انه هذا يدل على الماضي البسيط او الماضي المستمر من خلال الظروف اللي بنعيدها مره ثانيه وهي الوايل والاز. وقلنا الاز نفس الوايل والوين، هذول الثلاث ظروف اذا شفتهم في اي جمله اعرف تماما انه انت عندك حدثين، الماضي البسيط والماضي المستمر. فاذا شفت في الجمله ماضي مستمر معناته انا اقصد عندي اني اعطيه ماضي بسيط، واذا شفت انا ماضي بسيط اذا انا بدي اعطيه ماضي مستمر قولا واحدا. طيب الناطق القديم كيف ممكن يعطيني هاي الاسئله او الماضي المستمر؟ راح يكون كالتالي، راح يكون كالتالي اللي هو مالتيبل تشويسز، خيار متعدد. طبعا احنا يعني بيجي واحد يقول لك طب استاذ ما بتطلعش النفي والدبليو كويستشن، احنا في الثانويه العامه هاي الامور بيهتموش فيها كثير في الامتحان الوزاري، ما راح يعطيك جمله فيها نيجاتيف او فيها دبليو كويستشن، هذا الكلام مش موجود. حتى لو كان موجود مالتيبل تشويس اصبحت واضحه. احنا الان بندرس طلاب يعني ذو مرحله مستوى عال غير الطلاب الاساسيين، انت مضطر تعطيهم النات ونات وامور زي هيك. ففي امور احنا اوكي النات هي معروفه خلاص كيف النفي، ولكن بيهمني انا الزبده زي ما بيحكوها انه كيف احل هذا السؤال باختصار. طيب النمط القديم او النمط الجديد عفوا، بنقول مستر سامر was typing his report، كان يطبع تقريره، okay، when the bell يعني الجرس فراغ نقطة. بيجي بيعطيني خيارات الآن، هل هي was rang، هل هي rings، هل هي is ringing، ام هل هي rang؟ طيب بيجي الطالب بده يحل هذا السؤال، بده يقرا السؤال من عند الام لعند ال، لانه انا بقرا بقول اها في عندي was، اها في عندي ing، اذا مباشره الطالب بده يكون عارف انها ماضي مستمر، مباشره بده يكون ماضي بسيط. وين الظرف بتاعه؟ هاي الوين، لانه الطالب اذا ما قراش كل الجمله ممكن يتخبط، تمام؟ لانه برضه ممكن يعطيك هون مثلا واز على سبيل المثال، فباجي بقول اوكي هاي واز، هاي واز رانج. طبعا هاي بدي اكون عارف انها تمثل الباسيف فويس، هاي تمثل الباسيف فويس، وان شاء الله لما نيجي نشرح الباسيف فويس بدنا نركز عليه كويس، انه في سؤال في المالتيبل تشويسز بيجي على الباسيف فويس. طيب اذا مستحيل استخدم الواز رانج لانه اصلا واز رانج موجوده، وهي الجمله مش مفعول به وليست باسيف لانه هذا الفعل. طيب رينجز هنا مضارع بسيط، طب بما انها مضارع بسيط شو لها علاقه في الماضي؟ اذا اوت. نفس الشيء لو انا عندي البيسك صح الاساسيات بدي اجي اقول اسم مضارع اذا ما لهاش علاقه لانها مضارع مستمر اصلا، فظل عندي ايش؟ الرانج، اي مستر سامر كان يطبع تقريره عندما قرع الجرس، وين ذا بيل رانج، عندما قرع الجرس. مثال اخر، For example when I say خلينا نقول مثلا Miss سامية، الآنسة سامية، اوكي went out، went out while it فراغ heavily or heavily، بينما كانت تمطر بغزارة. طيب Miss سامية went out while it فراغ heavily، فبيجي بيعطيني خيارات، هل هي is raining ام هل هي where rained ام هل هي has been raining ام هل هي was
رين. طبعا بدنا ننتبه انه في الخيارات المتعدده بيعطيك اشكال والوان من الازمنه، تمام؟ فبدنا نكون صاحيين وانتبهين. طيب بدي اجي اقرا من عند المس، مس ساميه ويند اوت. اها، فالطالب اللي بده يكون عارف التصريف اللي بده يجي يقول الويند هي ايش؟ هي تصريف ثاني، فيرب 2. طيب بكمل وايل. ايوه، اذا وقف عندك، ما دام عندي وايل اذا قبلها ماضي بسيط، اذا تلقائيه بده يكون وراها ماضي مستمر، بدور على شكل الماضي المستمر. فبيجي بقول لي ات فراغ، هسه ممكن الطالب اللي مش فاهم شو الجمله راح يجي يقول له از رينينج، لانه الات مفرد يا استاذ. طب يا استاذ هي زمن ماضي، شو دخل المضارع بالماضي؟ اذا هاي اوت، هاي تعتبر اوت لانه الاز مضارع. طيب وير رين، طب هاي باسيف زائد الوير ما بتركب مع الات، اذا اوت. هاز بي رينينج، طب برضو اذا انا كان عندي الاساسيات صح بدي اجي اقول هاز، ترى هي مضارع، طب شو دخلها في الماضي؟ اذا اوت. اذا صح اني اقول ايش؟ was raining. وممكن يعطيك اياها كجمع were raining، يعني انت لما بتوقف بتصفي معك الخيارات على ال was raining وال were raining، بدك ترجع للفاعل وتقول لو سمحت انت شو جنسك؟ بقول لك انا من الفاعل المفرد، بتقول اوكي شكرا اذا حختار ال was raining، لكن لو كان الجمع بتقول له were raining. هذا هو الباست كونتينوس ببساطه، هي قاعده بسيطه جدا مش محتاجه اي تفكير او اي يعني ارتباك في هذه القاعدة. انت بهمك تشوف الوايل والوين والاس، هذول الثلاث ظروف اذا شفتهم اعرف تماما انه انا عندي زمنين، الا وهما الماضي البسيط والماضي المستمر. اي واحد منهم موجود في الجملة بدك تعطيه الثاني، فاذا وجد الماضي البسيط بدي اعطيه الماضي المستمر واز وير اي ان جي، وننتبه للفعل. واذا وجد الماضي المستمر بدنا نعطيه الماضي البسيط. والماضي المستمر طبعا كل سنة عليها سؤال في المالتيبل تشويسز، في الخيار المتعدد، السؤال الثالث اللي عليه تقريبا 5 بوينتس، 5 علامات. ان شاء الله في الحصة القادمة راح يكون عندنا شرح الماضي التام والماضي التام مستمر باذن الله. بنكون هيك احنا انهينا مراجعة الازمنة، وراح يكون في فيديو اخر ان شاء الله للي بيتابعنا، واللي بيحب يتابع يعمل شير لهذا الفيديو ويعمل سبسكرايب اشتراك وقرر الجرس حتى يقدر يوصلني أول بأول. الفيديو الأخير إن شاء الله للأزمنة راح نعمل فيها حل تمارين القواعد أو حل تمارين الأزمنة الخاصة في الامتحان الوزاري، وكيف الطالب لازم يتعامل معها إن كان منهاج قديم أو عفوا الأسئلة القديمة أو الجديدة. نراكم إن شاء الله على خير، خليكم معنا وتابعونا.